مستعدون لأي موجة جديدة لفيروس كوفيد بطاقة وقدرة أعلى من الموجة الأولى. تأكيدات صحية ارتكزت على معطيات علمية وتجارب أثبتت قدرة النظام الصحي على مواجهة الأزمة بكفاءة عالية. احنا مستعدين لأي موجة جديدة وبارتفاع أكبر من الموجة السابقة، ولكن السيناريو اللي ممكن يحصل حتى إذا ما وجد الفاكسين أن الموسم الشتاء هو القادم راح تصير في زيادة في أعداد مرضى الجهاز التنفسي، ولكن غالبا ما نتوقع أن راح تصير في موجة ثانية من باب أن فصل الشتاء مر على الجزء الجنوبي من الأرض وما حصل في زيادة في حالات الكوفيد. توقعاتنا أن حتى الإنفلونزا السنة هذه راح تكون إن شاء الله أخف، هذه توقعاتنا، فبس نعتمد بشكل كبير على الوعي والثقافة المجتمعية. بروتوكول علمي مستجد أعدته وزارة الصحة مع بداية موسم فصل الشتاء في المستشفيات حول آلية الدخول والإجراءات الطبية المتبعة مع المرضى الذين يعانون من أمراض في الجهاز التنفسي وأمراض أخرى. مرضى الكوفيد راح يكون دخولهم بنفس أعراض الإنفلونزا الموسمية ومرضى البرد، لذلك في البداية راح يتم فصلهم عن المرضى الآخرين من الطوارئ، راح يكونون داخلين إلى أجنحة في غرف عزل اللي هي أجنحة الجهاز التنفسي فما في اختلاط، راح تتم المسحة، والوزارة الآن طالبة اللي هو الجهاز الجديد الأنتيجين تيست اللي خلال ربع ساعة ممكن يعطينا النتيجة، وممكن استفادة منها في فصل المرضى اللي موجودين في أجنحة الجهاز التنفسي إلى كوفيد ونان كوفيد. الأمم المتحدة اختارت دولة الكويت كمركز ريادي لعلاج منتسبي وموظفي الأمم المتحدة المصابين بالفيروس لتلقي العلاج في المستشفى الميداني للحالات التي تعاني من أعراض حرجة أو شديدة الخطورة. تم اختيار دولة الكويت مثل ما قلت لك نتيجة اللي هو البروتوكولات العلاجية اللي هم اطلعوا عليها وانخفاض نسبة الوفيات ويا المضاعفات التي قد يعاني منها المريض. دولة الكويت راح تستقبل الموظفين والعاملين في الأمم المتحدة من منطقة الشرق الأوسط. 20% هي نسبة إشغال أسرة كوفيد في الأجنحة و 17% في العناية المركزة، فهذا يعتبر مؤشراً إيجابياً على نزول أعداد المصابين. الوضع الوبائي المجتمعي مستقر حالياً. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.